طابت اوقاتكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، اهلا بكم في استوديو صنعاء ومواضيع جديده. نتناول اليوم النشاط المتزايد والمتوسع لجماعه الحوثي الارهابيه في زراعه الالغام. هذه الالغام التي تحصد كل يوم في طريقها العشرات بل المئات احيانا من الضحايا والمعاقين، سواء ما شهداء أو معاقين إعاقات دائمة، أرقام مخيفة ومرعبة. نتناول أيضا تطورات الأزمة في الغاز المنزلي الذي بات هما لا ينفك عن الناس في هذه الأيام. دابت ميليشيات الموت الحوثية على زراعة الألغام في المناطق التي تسيطر عليها، وإيهام العالم بأنها تسيطر على تلك المناطق بشكل كامل، فيما جعلتها في الواقع مناطق مزروعة بالألغام التي لا تسلم منها حتى المواشي. في الواقع هناك حوالي 500 ألف لغم زرعتها الميليشيات حسب إحصائيات المنظمات الدولية المعنية. مآسٍ كثيرة خلفتها هذه السياسة التدميرية التي انتهجتها ولا تزال تنتهجها ميليشيات الموت الحوثية، وتزيد كلما شعرت الجماعة أن الخناق يضيق عليها في مختلف الجبهات. لم يسلم الناس من هذا الفكر التدميري الحاقد بهذه التصرفات العدوانية، حتى البحار جعلتها مزروعة بالألغام في المناطق القريبة من سيطرتها بهدف منع التقدم نحو المناطق التي يعني تتواجد فيها. جبهات نهم الساحل الغربي نالت النصيب الأكبر من زراعة الألغام لهذه الجماعة، لكن في الحقيقة هي تزرعها حتى في المناطق التي يتواجد فيها النشاط الرعي والزراعة. أحالت أيضا مزارع صعدة من مزارع الخضروات والفواكه إلى مزارع للموت بالجملة، بل أنها تسعى إلى تحويل اليمن بشكل عام إلى مقبرة كبيرة، وبذلك يعني ربما هذا أبلغ ما تستطيع أو تفقه عمله هذه الجماعة بعد أن افتتحت وتتفاخر بأن افتتحت 300 مقبرة جديدة. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ويسرني أن ينضم إلينا في هذا اللقاء في الاستوديو الناشط والمحامي الأستاذ محمد المسوري، رئيس فريق اليمن الدولي للسلام. أرحب بك أستاذ محمد، وربما أنت أحد ضحايا هذه الميليشيات، عانيت كثيرا من الألغام التي وضعتها في طريق حتى الإعلاميين والمحامين والناشطين الحقوقيين. بداية، كيف تفسر هذا النهج الذي تنتهجه هذه الجماعة في زراعة الألغام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك أخي الكريم. أنا وأنت وكثير مثلنا ضحايا لهذه العصابة الحوثية الإيرانية التي ترتكب أبشع الجرائم وتتباهى بها، تقتل الشعب اليمني بدم بارد. إذا تحدثنا عن موضوع الألغام، طبعا هي تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني الذي وضع ضوابط فيما يتعلق بزراعة الألغام. أولا، يجب أن لا تزرع الألغام في مناطق مأهولة بالسكان أو في مناطق
يحتمل أن تكون ممرا للمواشي حتى للإنسان لكل شيء. هذه الجماعة أو هذه العصابة تزرع الألغام بشكل عشوائي، والقانون الدولي الإنساني أوجب أن تكون هناك خرائط خاصة لزراعة الألغام. نحن في فريق اليمن الدولي للسلام رصدنا الكثير من حالات الانفجار هذه الألغام التي قضت على العديد من الأطفال والنساء، لأن غالبية الضحايا هم الأطفال والنساء والمارة في مناطق كثيرة. هناك من استشهد بسبب انفجارات هذه الألغام، وهناك من بترت أيديهم وأرجلهم، حتى المواشي. هناك أيضا إصابات كثيرة جدا. نتحدث اليوم أستاذ محمد عن 500,000 لغم، نصف مليون لغم زرعتها الجماعة في فترة ربما بسيطة، استهدفت كل شيء في البلد. يعني كما تحدثنا قبل قليل، حتى المزارع، حتى الممرات التي يمر منها المواطنون، المراعي التي تمر فيها المواشي، كل هذه الأعمال التي تقوم بها. يعني إذا ما تحدثنا، كيف يمكن ملاحقة هذه الميليشيات وتحميلها المسؤولية القانونية؟ الرقم هذا أنا أعتقد أنه قليل جدا، لا ينطبق على الواقع. هي أكثر من 500، بل أكثر من مليون لغم. هناك عملية تهريب تتم من قبل إيران ومن قبل الدول التي تقف مع إيران في تهريب السلاح لهذه العصابات، سواء عبر البري أو البحر أو حتى الجو. وتقوم هذه العصابة بارتكاب هذه الجرائم. نحن طالبنا مرارا وتكرارا ولا زلنا نطالب بأن تدرج هذه العصابة ضمن الجماعات الإرهابية، وأن تفرض عليها عقوبات، وتفرض عقوبات على الدول الداعمة لها. فشلنا أو فشلت الدول، بعض الدول العظمى، في أن تفرض عقوبات على إيران في الشهر الماضي من قبل مجلس الأمن. أليس غريبا أنه حتى الآن لم تدرج هذه العصابة ضمن الجماعات الإرهابية؟ المشكلة أن رغم أن هناك قرارات تدين تصرفاتها. يعني تقرير فريق الخبراء الأخير الذي صدر قبل شهرين تقريبا قدم بالأدلة عملية التهريب التي تصل، وأن هذه الجماعة يجب أن تدرج ضمن الجماعة الإرهابية. لكن المشكلة أن السياسات الدولية والمصالح على حساب الأبرياء وعلى حساب الدماء هي التي تسيطر، ونحن نتابع جميعا كيف أصبح الدم اليمني أو الدم الإنسان رخيص جدا أمام صفقات الأسلحة التي تعقد. لكن علينا أن نستمر في المطالبة بإدراج هذه الجماعة، العصابة، ضمن الجماعة الإرهابية، والمطالبة بمحاكمة قادتها ابتداء بالعبد المعتوه عبد الملك الحوثي والبقية الباقية إن شاء الله. إذن مآس كثيرة خلفتها الألغام الأرضية، والتي زرعتها طبعا ميليشيات الموت الحوثية، ولا تزال في مناطق تواجدها لتحصين نفسها وإيهام أتباعها أنها أصبحت سلطة أمر واقع وتحقق انتصارات وهمية ليس إلا. وكنت أنا في الطريق وقرح بين أنا وأبي اللق، وبعدين أبي بزاني وسعفني. من يزرع الألغام لا يفكر مطلقا في السلام، فقد دأبت جماعة الحوثي على إحاطة المناطق المتمترسة فيها بالمتفجرات وزراعة مئات آلاف الألغام في الكثير من المساحات الشاسعة ضمن استخفاف واضح بأرواح اليمنيين. تقارير حقوقية محلية ودولية أكدت بأن الحوثيين الطرف المباشر في استخدام هذه الأسلحة الفتاكة من خلال زراعة أكثر من نصف مليون لغم في 11 محافظة يمنية، ما أدى إلى سقوط أكثر من 2350 بين قتيل وجريح. محافظة تعز تصدرت قائمة المدن اليمنية التي طالتها جرائم ألغام الميليشيات، حيث قتل قرابة 700 مدني بينهم 32 طفلا و14 امرأة، في حين أصيب 1,100 آخرون. العصابة الحوثية عمدت خلال السنوات الثلاث الماضية إلى تطويق تجمعات سكانية بالألغام، ما جعل الكثير من الأسر النازحة عرضة للخطر لدى عودتها إلى منازلها. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أصبحت الكثير من الأراضي الزراعية حبلى بالألغام،
وقابلة للانفجار في أي لحظة، كما أن مخاطر هذه المتفجرات تظل قائمة بمرور السنوات وتهدد حياة الأجيال المتعاقبة. أوهام الحوثيين في تحقيق انتصارات زائفة على الأرض من خلال زراعة الألغام والمتفجرات بأشكال مختلفة لم تحصد سوى أرواح المدنيين، وتخلف الكثير من الآلام بفعل الإعاقات الدائمة. فجماعة الموت لا تزرع الورود، بل الألغام مهددة حياة ووجود الإنسان. أهلا بكم مجددا، ويسرني أن ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل العسكري محمد العميد، محمد سميع. أرحب بك سيادة العميد، وبداية الجرائم والانتهاكات التي تقترفها ميليشيات الموت الحوثية كل يوم بحق المواطنين، وأبلغها جرما زراعة الألغام في المناطق السكنية ومزارع المواطنين. يعني هذا السلوك الذي اعتادت عليه الميليشيا، كيف يمكن أن نفهم التوسع في زراعة الألغام من منظور عسكري؟ أولا مساء الخير عليكم جميعا. مساء النور. مساء الخير للأستاذ العزيز والغالي محمد المسوري. بالنسبة لما تقوم به هذه الجماعة فهي لا تمتلك خبرة في أي شيء. يعني زراعة الألغام لديها كأنها يعني تزرع أي أشياء كالدمي والوعد للأطفال، فهي تزرع الألغام بدون خبرة، لا تمتلك خرائط ولا تمتلك خبرة في زراعة الألغام ولا في الأنساق اللي تستزرعها. يعني يمكن نواجه مشكلة بعدين في تفكيك هذا الألغام؟ نعم، وإنما تقوم بزراعة الألغام في مناطق عشوائية، ودليلا على خوف انهيارها، فإما تزرعها في طرق المشاة المارة، وتقوم بزراعة أيضا في المزارع وجوار المدارس، وهذا دليل على إفلاسها عسكريا وأخلاقيا، فهي لا تجد يعني أي شيء عن زراعة الألغام، ولا توجد لديها خرائط، ولا يوجد لديهم خبرة كافية في هذا المجال. وطبعا ضحايا هذه الجماعة بالآلاف، وليس نقول بالمئات بل بالآلاف، فهناك يعني يوميا ما نسمع ويتحدث الناس عن تفجير يعني الغاز في كل المناطق، سواء في صعدة، سواء في نه، سواء في تاج، في كل المناطق المتهدة يقومون بزراعة الألغام دون علم ودون تخطيط مسبق، وإنما الغرض له عرقلة تقدم جيش الشرعية، وهذا خطأ، ونحملهم المسؤولية كل ما يقولون به. نعم، أعود إليك أستاذ محمد المسوري، ما هي المعادلة الجارية حاليا، ويعني سكوت على هذه العصابات، من نواجه بالضبط؟ يا سيد الكريم، طبعا أشكر العميد محمد سميع الذي طرح كلام جميل جدا، بس أضيف هنا أن هذا الأمر يدل من خلال يعني موضوع نشر الألغام بهذه الكثافة وعلى انتشار واسع، يدل على أن هذه العصابة تتلقى هزائم كبيرة جدا، مما جعلها تضطر إلى أن تستخدم هذه الألغام لإعاقة التقدم العسكري. وإن شاء الله يستمر الأبطال في دحر هذه العصابة في القريب العاجل، لأن الشعب اليمني يتعطش للتحرير بشكل كبير، أنت تعلم طبعا الأخبار من صعدة ومن محور المخا والخوخة، كل الأخبار طيبة، وإن شاء الله تسمعوا أخبار يعني تثلج الصدر في القريب العاجل إن شاء الله، في غضون شهر لن يطول بإذن الله. نعم يا سيدي، وأود أن أضيف لك نحن أيضا لكي أؤكد بأن هذه الانهيارات المستمرة في صفوف العصابة الحوثية جعلتهم يستعينوا بخبراء إيرانيين، مثلا على سبيل المثال ما رصدناه نحن في فريق اليمن الدولي للسلام، أتوا بمدربين من إيران ومن لبنان ومن العراق. المدرب مثلا على سبيل المثال أبو باسل، وهذه حصريا وردت في تقريرنا تحت عنوان الجمهورية اليمنية والجرائم المنسية، أبو باسل يدرب مجاميع من الحوثيين في الساحل الغربي على كيفية صناعة، في هناك أشكال من الألغام يقوم بصناعتها هناك وتركيبها وزراعتها. أتمنى من
الجهات المعنية بالذات في الساحل الغربي أن تتحرك بشكل كبير جدا لاتخاذ الإجراءات العسكرية تجاه هذه المجاميع التي تقوم بزراعة الألغام في البحر وفي الساحل وعلى الأرض الترابية أو نسميها الساحل نفسه، وهذه تؤدي إلى قتل المواشي وقتل المواطنين وإعاقة تقدم الجنود أيضا. بالضبط بالضبط. الكثير يسأل ما سر تأخرهم في حيس كذا في الخوخة عندما كانوا يتأخرون، هناك ألغام منتشرة بشكل كبير جدا وهذه كارثة فيما بعد، كيف سيتم التخلص منها؟ ستستمر بدون خرائط بدون ستستمر جرائم هذه الألغام، جرائم هذه الإصابة عشرات السنين، ونحن نعرف فيما حصل في المناطق الوسطى لازلنا لليوم نعاني من تلك الألغام التي كانت تزرع، فما بالك بهذه الأعداد المهولة جدا. أستاذ محمد اسمح لي أنه إذا ننضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي ردمان الأديب. رحب بك أستاذ ردمان. مرحبا، أهلا وسهلا بكم. كيف تنظرون إلى استخدام الميليشيات للألغام بهذا الشكل الهائل والعشوائي؟ في البداية لابد أن قبل أن أجيب على سؤالك لابد أن أقول أو أوجه إليك سؤال، هل الأستاذ محمد المصوري وسبيع يتحدثون من اليمن ولا من خارج اليمن؟ ألو؟ بعض من اليمن بعض من خارج اليمن. عموما نحن نتحدث كمواطنين يمنيين داخل اليمن، لابد أن يعني يكون حديثنا أكثر مصداقية ولا تدلنا بقيادة سياسية. الحوثي في جبهات الجبهات المشتعلة بالقتال من حقه أن يستخدم الألغام لأنه في معركة، يعني في المعركة لابد أن يستخدم المقاتل كل أساليب الدفاع عن نفسه. نعم، بس في ضوابط، هناك ضوابط لزراعة الألغام أستاذ ردمان؟ لا نعم، هناك ضوابط لزراعة الألغام؟ الضوابط أعتقد أنه لا توجد ضوابط، طالما هو المواجهة في أرض الميدان بمعركة متكافئة يعني عددا أقصد أنا الضوابط ما يتعلق بالمناطق السكنية ومناطق الراعي والمناطق التي آهلة بالسكان. لا لا، آهلة بالسكان ليست أخلاق اليمنيين، حتى وأنا اختلفنا مع جماعة أنصار الله أخلاق اليمنيين لا يعني لا تسمح لهم أن يزرعوا في أماكن آهلة بالسكان. هذا حسب اعتقادي، وأخلاق اليمنيين لا يمكن للخصم أن يزرع في مناطق أهل السكان، وهذا معروف. نعم. إذن تعليقك أستاذ محمد. أستاذ محمد المسوري. يا سيد الكريم، طبعا الأستاذ ردمان عندما سأل في البداية أين محمد المسوري وأين محمد سميع أظهر جليا أنه يخشى لأنه داخل الوطن، وبالتالي لا عتب عليه في أن لا يقول الحقيقة، ويحاول أن يقول أن من حق عصابة الحوثي أن تقوم بذلك. ليس من حقهم أساسا أن يحتلوا المحافظات التي تحت أيديهم. ثانيا، عندما يزرع أي طرف الألغام في مناطق محرمة دوليا فإنه يرتكب بذلك جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. ليس من حقه أن يزرع في مناطق الرعي في الممرات، أن يزرع بدون مخططات. لا نحاول أن نبرر لهذه العصابة على الإطلاق الحق، ونقول أن من حقها ذلك، يعني من حقها أن تقتل المواطنين المدنيين إذا كنتم تدينون قصف الطيران الجوي للأحياء المدنية، فمن الأولى أن تدينوا ما تقوم به هذه العصابة. علينا جميعا أن نرفع من أصواتنا وأن نقول لهم أنتم مخطئون، أنتم مجرمون، أنتم قتلة. إلى متى سنخاف؟ إلى متى سنحاول أن نوجد لهم هذه المبررات في كل شيء؟ نهبوا ممتلكات الدولة، احتلوا يعني مقرات الدولة، احتلوا المحافظات، والآن نقول من حقهم. ليس من حقهم يا أستاذ ردمان على الإطلاق أن يقوموا بمثل هذه الجرائم. هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم على الإطلاق. طيب أستاذ ردمان، كيف يمكن حماية المواطنين في المناطق السكنية التي تسيطر عليها هذه الميليشيات وتحولها إلى حقول الألغام؟ السؤال لي ولا الأستاذ محمد؟
السؤال لك، سؤال لك. السؤال لي؟ نعم. لا ما أسمع. كيف يمكن حماية المواطنين في المناطق السكنية التي تسيطر عليها الميليشيا وتحولها إلى حقول ألغام؟ المناطق السكنية المسيطرة عليها أو الخاضعة لحكم الأخوة في أصل الله من النائب، الجميع هنا لم يشاهد أو أي ممارسات في زراعة ألغام، والجميع تتفق على أن تظلم الحاضرة ابن مدينة آمنة، ولم يتمكن الحوثيين من زراعة أي رغد طالما وهناك حكماء في المدينة يجنبون يسعون إلى تجنيب محافظة إد من أي نزاعات داخلية مهما كانت. نتمنى أنه يتمكن الحكماء اليمن من منع هذه الميليشيا من التوسع. الحكماء في محافظة إد وتجنب الصراع داخل محافظتها. وأما بالنسبة للمواجهات في الجبهات، فمن حق من يبقى في اليمن أن يدافع عن الله، وأنتم كنتم في نفس الاتجاه. طيب وبالنسبة للاتجاه، احنا لم نؤيد في يوم من الأيام ما تقوم به هذه الجماعة من استهداف للمدنيين أو من انتهاكات لحقوق الإنسان. ربما أنا والأستاذ محمد المسوري تحديدا منذ سنتين ونحن في صراع كبير جدا مع هذه الميليشيا، وكانت رؤوسنا مطلوبة، ليس سرا أن نكشفه اليوم. ربما بإمكانك تعود إلى قناتهم التي أحلت دماءنا ووضعتنا في ضمن قوائم المطلوبين أمنيا وضمن قوائم المطلوبين للتصفية بالأصح. تعليقك أستاذ محمد. يا سيدي، أنا أقول لا عتب على الأستاذ ردمان باعتبار أنه يخشى على نفسه ويحاول أن يبرر لهذه العصابة كل هذه الجرائم. مواقفنا ثابتة كما ذكرت أنت، لن أضيف عليها بأننا كنا والحمد لله الأشجع حينها، واجهنا هذه العصابة بكل ما أوتينا من قوة، كشفنا المستور، هناك أشياء لم يكن يعلم بها الشعب اليمني في الداخل، ونحن كان لنا السبق، أنا وأنت وكثير مثلنا واجهنا بقوة. أنت تعرضت للضرب بآلات حديدية، وهذا الكلام مصور وموثق. لا زالت نعم، ولا زالت آثارها تعاني منها إلى اليوم، بسبب أنك كنت تحدث وتقول كلمة حق، لم تكن يوما في صف هذه الميليشيا. نعم يا سيدي الكريم، لا زالت الإصابة موجودة في جسدي، والاعتداء يشهد به الجميع وباعترافهم هم، يعني حتى في صفحات التواصل يتباهون بأنهم قاموا بالاعتداء علي، وأنت كذلك عندما اقتحموا قناة اليمن اليوم بحثوا عنك، يريدون رأسك ورأس نبيل الصوفي وآخرين. نحن لازلنا على موقفنا، لم نتغير، لم نقول لهم أننا معكم في قتل المدنيين، لم نقول لهم نحن معكم في زراعة الألغام، لسنا معهم في الفساد والنهب والظلم وولاية الفقيه. نحن نرفض هذه العصابة التي احتلت وطننا وتريد أن تجعله إيران ثانية، لسنا معهم. وأتحدى أي واحد أن يقدم دليل على أن محمد المسوري، عبد المولي المذابي، كل من تكلم بصدق وبأمانة أنه قال نحن مع الحوثيين في تغيير شكل الدولة، في تغيير نظامها. هذه محاولة تضليلية من الأستاذ ردمان لكي يحمي نفسه. أنا يعني لا أعاتبه، أقول له أنت معذور، وكثير مثلك من القيادات يعني ربما هي مناسبة أستاذ محمد فقط لتوضيح بعض الأمور، ليس فقط ردمان أو عدد قليل من الناس، للأسف الشديد هناك أساتذة جامعات وقعوا في فخ هذه الجماعة، ربما على أمل الحصول على مزايا أو إغراءات من نوع معين، لكن في الأخير حتى حزب المؤتمر الشعبي العام سقط في فخ التحالف مع هذه الجماعة على اعتبار أن هناك دفاع عن الوطن. في الأخير نكتشف أنه لا يوجد عدوان سوى عدوان هذه الجماعة، لا يوجد مؤامرة سوى مؤامرة هذه الجماعة. ربما الجميع يفهم كلامي. نعم يا أستاذ، نحن لا ننكر وجود قصف على البلد وتدمير وإلى آخر، لكن نحن نفهم ما وراء الأكمة، نحن نفهم سبب وجود هذه الجماعة وزراعتها ومن زرعها وما الهدف من وجودها أصلا في قلب اليمن. أضيف يا أستاذ، اسمح لي أن أضيف، هناك فرق بين من يحمل هم وطن ومن يحمل هموم شخصية ومصالح شخصية. أعتقد يا أستاذ عبد الولي أنت ممن عرض عليك أمور كثيرة أن تظل في الوطن وتبقى
وسيكون لك مزايا خاصة ومناصب وإلى آخره، كما عرض علي بعد اغتيال الزعيم والأمين رحمهم الله أن أبقى في اليمن وسيكون لي مناصب وامتيازات وبيت ومرافقين إلى آخره، لكننا لماذا تركنا وطننا وهاجرنا وغادرنا وسنعود إليه منتصرين؟ لأننا لا نبحث عن مصالحنا الشخصية. البندقية أن تواجه القلم، أن يواجه البندقية. نعم لا نحن خرجنا لأننا والله وتالله والذي نفسي بيده أننا خرجنا لأننا نحمل قضية وطن وشعب، وسنستمر في نضالنا حتى تتحرر البلاد من هذه العصابة. لا نريد أن نقول إخواننا أنصار الله وهم ليسوا إخواننا على الإطلاق، وليسوا أنصار الله، ليسوا. نعم إذا نعم. كانوا هم إذا 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 هو اسمهم الحوثيين. نعم. إذا كانوا أنصار الله فنحن من أنصار الشيطان. يعني معي أيضا عاد إلينا العميد محمد سميع المحلل العسكري، ووجه لك السؤال: كيف يمكن حماية المدنيين أستاذ محمد في المناطق، في المناطق التي تقع تحت سيطرة هذه الجماعة والتي حولتها إلى مزارع للألغام؟ نعم سيد الكريم، أولا لا تختبع حماية المدنيين في هذه الأثناء، وإنما يعني بعد انتهاء الحرب هناك فريق متخصص يعني قلع الألغام من المناطق المطعمة المزروعة فيها. ثانيا هذه الجماعة يا أخي ليس لديها أي مشروع وطني، لا تفهم إلا لغة القتل والنهب والسح. يعني الجماعة بدأت بتستخدم مشاعر المواطنين باسم الجرعة وبيس، وعرف الناس جميعهم من هي هذه الجماعة. ثانيا زراعتهم للألغام في المناطق الآهلة السكان هذا يشكل خطر كبير على المجتمع اليمني، وخاصة على الأطفال والرعاة والمرأة، لأنهم يزرعون الغم عشوائيا دون علم مسبق ماذا يعملون، وغالبا ما تصيبهم جميعا. طيب أنواع الألغام الفردية والجماعية لو تحدثنا فقط عن تأثيراتها. الألغام الفردية التي لها أثر اجتماعية كبيرة. أما الألغام المعتادة الفردية لا تهم، لأنها لا تصيب أطفال أو شاب، وإنما الألغام الفردية التي تصيب الأفراد والأطفال والأغنام وتصيب كل شيء، وهذه مأساة. مأساة كبيرة يجب أن يحاسب على الجميع. يعني الخطورة هي الأكبر في الألغام الفردية. نعم طبعا، لأن أثارها كبيرة جدا، فهي تخلف أن لم نقول آلاف بل مئات الآلاف من المعوقين. لازلنا نحصد حتى اليوم يعني آثار تلك الألغام التي زرعت في السبعينات. في السبعينات أيام المناطق، حرب المناطق الوسطى، أيام الجبهة، أيام، وحتى الآن مزروعة وما زالت، وحتى في بحرب 94 ما زالت مزروعة، وما زال الماضي اليمني يعاني منها في كل محافظات الجمهورية، وليس في محافظة أو اثنتان، وإنما في كل المحافظات التي اندلعت فيها شرارة الحرب أو شرارة الانتفاضة والمقاومة مليئة بالألغام، وهذا خطر على المجتمع اليمني. نعم، إذا يعني إحصائيات مهولة لهذه الجماعة، للألغام التي زرعتها هذه الجماعة في مناطق كثيرة، وهناك معاناة وآلام تخلفها زراعة الميليشيات لهذه الألغام، تركت أيضا آثارا كارثية ونفسية واجتماعية على بعض الأسر التي فقدت عائلها الوحيد. نتابع هذه القصة المؤلمة. يتأثر المدنيون الذين يعيشون بالقرب من مدينة تعز المحاصرة بما انتجت أيادي الميليشيات الملطخة بالدم وزراعة الألغام الأرضية كسلاح لحماية مواقع بسيطة تتحصن فيها. أطفال في سن الزهور يلعبون في حي البعرارة بتعز، يتربص بهم الموت ويتخطفهم من تحت أقدامهم شبح زرعته ميليشيات الحوثية دون تفريق بين منطقة عسكرية وأحياء سكنية. نهلة سعيد نزحت هي وأسرتها من منزلهم مكرهين، متجهين إلى منطقة آمنة بعد دخول ميليشيات الحوثية وتهجير السكان نتيجة القصف المتواصل على المنازل والممتلكات الخاصة.
عادت نهلة هي وأسرتها بعد دحر الميليشيات من الحي، وكانت تقوم برعي الأغنام بالقرب من منزلها، لكن خطر الألغام كان يهدد حياتها وحياة أقرانها الأطفال في الحي. قدرت أسرح أرد الغنم وأنا مشي وهو فقع. أصيبت نهلة سعيد ابنة 18 بجروح بالغة جراء الانفجار، وتم بتر أحد ساقيها، لكنها أصبحت تعاني اضطراب نفسي أدى إلى توقف نموها، وهي واحدة من عشرات الأطفال والنساء الذين تأثروا بالألغام خلال الثلاث سنوات الماضية. نقلت ردي للغنم لهنا قزع التاريخ دعسة باللغ هو قرص قرح اللغ بقت رجلي من هنا قاعدة تكسرها شغبت رجعت القرية دعيت لها قلت لها نجي نحدف معي البنت انا خلص ما اقدر شيء كسر دوخت شلوني بس عفني على المستشفى هنا. جميلة الأثورية ضحية أخرى فقدت ساقها عندما داست لغما أرضيا فأسعفت إلى أحد المستشفيات في المدينة ليتم تركيب طرف اصطناعي لها في الوقت الذي يزيد عدد المصابين بإعاقات دائمة جراء الألغام. خرجت بعد الغنم هكت هرق دار الدان منزل في الروح دعست اللغم ولا لا طير بي كده بأنه مسافة قليل لا فوق الثاني ما قمت اللغة الثاني ذي ملع وصف. منظمات إنسانية وحقوقية دانت استخدام الميليشيات الحوثية لهذه الألغام كسلاح لبسط سيطرتها على المناطق والأحياء السكنية ويدفع ثمن ذلك السكان من المدنيين. إذن بعد 35 عاما أتذكر أنه نفذ مشروع إزالة الألغام المتبقية من حرب المناطق الوسطى، ولا يزال البرنامج يعمل ربما حتى اليوم إذا لم تكن قد ذهبت معداته، لأن عصابة الحوثيين يعجبها السيارات نوع الشاص والهيلوكسات اللي صرفت ربما لمشروع الألغام، يعني مهووسين بهذا النوع من السيارات. لكن أستاذ محمد المسوري ونحن نتحدث عن هذه الظاهرة، نحن نتحدث أيضا عن جانب حقوقي في الموضوع وأسر الضحايا وتعويضات، كيف يمكن أنه يعني نتحدث عنها اليوم في ظل سلطة أمر واقع في ظل ما يجري؟ يعني يا سيدي الكريم، أولا كنت أتمنى أن الأخ ردمان قد شاهد الصور هذه المؤلمة التي شاهدناها، شاهدنا نهلة سعيد وجميل أثوري والإصابات البالغة والخطيرة. نهلة سعيد الآن توقف عندها النمو، هل من حق الحوثي يا أستاذ ردمان أن يرتكب هذه الجرائم؟ هل من حقه أن يقتل الطفولة البرية؟ هل من حقه أن يقتل؟ هو يتحدث فقط عن منطقة إب، عن محافظة إب، نعم فقط، نعم أنه نعم الحكماء حالوا دون، نعم ذلك فقط، نعم، لكن بقية المناطق من حقهم كما يعتقد ربما. نعم، هذه سيدة كريم، هذه النظرة المناطقية المؤلمة جدا عندما يتكلم عن أننا في إب في أمان، أنتم لستم في أمان، الجمهورية اليمنية هي بكامل أراضيها يجب أن نتحدث عنها ونتحدث عن الأطفال في كل مكان، تعز تبعد عنك بضعة كيلومترات يا أستاذ ردمان ويقتالوا فيها الأطفال والنساء والمشائخ يعني بدم بارد، وتقول من حقهم أي حق؟ من هم أساسا؟ هذه سلطة إنقلابية، سلطة إنقلابية ليس من حقها أن تستخدم هذا السلاح. وصل بهذه العصابة، وصل بها القبح إلى أن تستخدم أن تصنع ألغام على هيئة أحجار وعلى هيئة كراتين وعلى هيئة يعني أشياء لا يتوقع الإنسان أنها لغم، وما أن يصل إلى جوارها الطفل أو المرأة إلا وانفجرت. هذه جرائم لا يمكن السكوت عليها، وليس من حقها أن هي نفس الطريقة التي تقوم بها داعش والقاعدة وتقول من حقها. يا أستاذ علينا أن نخشى الله ونخاف ونقول كلمة الحق، ومن قال كلمة حق عند سلطان جائر هو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله لا يوم يوم الله يجعلنا منهم. يا سيدي الكريم، يا سيدي الكريم، هنا هي إشكالية، إشكالية فيما يتعلق فيما بعد. هذه هؤلاء الضحايا من الذين سيعوضهم؟ عندما نتكلم عن عصابة، يعني عصابة الأموال التي لديها هي كلها أموال الدولة، هي كلها أموالي وأموالك وأموال الشعب التي حتى هذه الألغام التي استخدمت، نعم، تم شراءها
الدفاع عن البلد أو في المعارك المصيرية. اليوم تستخدم ضد المدنيين، تستخدم داخل المحافظات كما يتحدث هو، وبالتالي تفجير البيوت يتم داخل المحافظات، ليست في مناطق الطرف الآخر، بل داخل المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات. كل من يعترض، كل من يطالب براتبه اليوم هو خائن بنظر هذه الميليشيا، وهو طابور خامس، وهو عميل. أنا أريد هنا أن أعرج الجزئيتين. أنت الجزئية الأولى، أولا علينا أن، لأن هناك ألغام كثيرة وأسلحة هربت من إيران، علينا أن نرفع من مستوى مطالبتنا، ليس فقط التعويض من هذه العصابة لأنها ثانية. علينا أن نصعد بمطالبتنا كل الدول الداعمة من قطر إلى إيران إلخ، لا داعي أن أذكر الدول أخرى. هذه الدول يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة باعتبارها خالفت القرار 2216 في تقديم الدعم لهذه العصابة، ويتطلب الأمر فرض عقوبات عليها، وهذا يجب أن يكون مطلبنا ليس كمنظمات حقوقية بل أيضا كجهات رسمية. سأسألك عن دور الفريق اليمن الدولي للسلام في هذا الجزئية، لكن دعني فقط أسأل الأستاذ أو السيد العميد محمد سميع، أنه كيف يتم التعامل مع هذه الألغام، خصوصا نحن نتحدث أنه بعد 35 سنة لا يزال هناك برامج لنزع الألغام. نعم سيدي الكريم، هناك لدينا برامج مستمرة في نزع الألغام من كل المناطق. برغم أن نحن فقدنا معظم الأدوات مع هذه الجماعة، لكن مشروعنا قائم لإزالة كل الألغام التي زرعت في السبعينات في المناطق الوسطى والتي زرعت حاليا. وفريق العمل يعني على قدم وساق، يعمل يعني ليلة ونهار، ولكن هناك مناطق لا يصل إليها الفريق لعدة أسباب كثيرة. أولها أنها تغطي هذه المناطق أصبحت كمستعمرة عسكرية لهذه الجماعة. ثانيا، مناطق نائية زرعت فيها الألغام دون يعني جذوة أو الفائدة من زراعتها هنا وتم زراعتها. ولا وحتى الآن عزيزي الكريم، نحن نعاني من هذه الألغام يوميا وليس شهريا أو سنة، وإنما يوميا هناك ضحايا. لا زال الضحايا ماثلون بين عيننا، لأنه في عاهات مستديمة. أما من استشهد ربما أرتاح، لكن من يعيش بإعاقته هو بدون يد أو بدون رجل، ماذا تسمي هذا؟ هل يحمل الورود؟ هل يقطيهم على جبينهم؟ هذه مأساة إنسانية. نعم، إذن هذه العصابة تتبنى ربما مشروع لغم لكل مواطن أو لغم لكل مواطن. أستاذ محمد، أعود إليك ونتحدث عن جهود فريق اليمن الدولي للسلام الذي تقوده، وفي هذا الإطار ما الذي قمتم به، أو ما هي مشاريعكم للمرحلة القادمة؟ يا سيدي الكريم، أشكرك، وأنت يعني أحد هذا الفريق البارزين، وهناك طبعا شخصيات أكاديمية وإعلامية ومحامين وحقوقيين ضمن هذا الفريق الذي أنشئ بإرادة ذاتية، وتكاتفنا جميعا لإيصال معاناة الشعب اليمني إلى العالم أجمع. الفريق طبعا سيتحرك في المحافل الدولية، ابتداء باجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف إن شاء الله، وإن كنا تعثرنا في الأيام الماضية بسبب أشياء كثيرة، لكن سنواصل المشوار في المحافل الدولية. نحن فريق للسلام، سنقدم تقارير عن كل الجرائم والانتهاكات. أعددنا تقرير تحت عنوان الجمهورية اليمنية والجرائم المنسية، وستقام له دورة ندوة خاصة لإشهاره. أيضا نحن الآن بصدد طباعة تقرير خاص عن جريمة العصر، جريمة اغتيال الزعيم والأمين رحمهم الله تعالى، وأحداث ديسمبر الدامي، جرائم وانتهاكات. سنقدم تقارير عن المرأة، عن الطفل، عن تعز، تقرير خاص بتعز وما تعانيه وما تعرض له من جرائم بشعة. سنتكلم عن كيف تتاجر هذه العصابة بالحروب، وكيف تسعى إلى استمرار الحرب، وتعيق كل المفاوضات والمحاولات لإنهاء الحرب وإيجاد حل سلمي، كيف تزرع الآن. لكن كيف افهم ان انتم لم تستطيعوا ان تصلوا الى جنيف لحضور اجتماعات مجلس حقوق الانسان، فيما فريق الحوثيين الذي يفترض انه
كما يقول تحت الحصار كان في المقدمة منذ الجلسات الأولى. يا سيدي الكريم، نحن إمكاناتنا ذاتية ومحدودة، حاولنا أن نتقدم إلى السفارة عدة، ثلاث دول تقريبا أو أربع تقدمنا إليها بطلب الفيزا، بالرغم من أن الشروط متوافرة لدينا بالكامل، دعوات من الأمم المتحدة، التأمين الصحي إلخ، إلا أننا تعثرنا. لكن نحن كما حدث لي في بداية الحرب، عندما تعثرت في البداية ثم وصلت، فريق الحوثيين استطاعوا في سلطنة عمان أن يحصلوا على تأشيرات بالتعاون هناك من السلطات، واستطاعوا السفر لأن لهم من يدعمهم. لكن نحن إن شاء الله سنواصل المشوار وسنشارك إن شاء الله في نهاية شهر مايو في مجلس حقوق الإنسان، وسنقدم تقاريرنا وسنواصل المشوار. إذا صحيح أننا استطعنا أن نشارك في الدورة الماضية مشاركة بسيطة جدا من خلال حضور الأستاذة بغداد القادري التي حضرت لأيام معدودة لتواجدها خارج اليمن، أو أنها موجودة باعتبارها موجودة في أوروبا، واستطاعت أن تشارك وحصلت مضايقات من فريق الحوثيين. فريق الحوثيين ليسوا فقط يا أستاذ عبارة عن مجموعة من اليمنيين، فريق الحوثيين مجموعة من الإيرانيين واللبنانيين والعراقيين وإلخ، مجموعة كبيرة يعملون بوتيرة عالية، أقولها بصراحة يعملون بوتيرة عالية، ينقلوا أكاذيب، فعلا ينقلوا أكاذيب، لا يتكلموا عن جرائم الحوثي بتاتا. أتحدى أي واحد منهم أن يتكلم على جرائم الحوثي، بينما نحن في فريق اليمن الدولي للسلام نتكلم عن جميع الجرائم التي يتعرضها الشعب اليمني، سواء من التحالف أو من عصابة الحوثي، لكنهم يخشون من وجودنا. طبعا هناك أيضا للأسف الشديد، أقولها عبر قناتكم هذه القناة الرائعة التي أتمنى لها التوفيق والنجاح، أيضا تعرضنا لبعض الوشايات من فريق الشرعية الذين عملوا، أتمنى منهم أن يعودوا إلى رشهم. البعض أقولها، نحن نعمل في خندق واحد، عدونا واحد، إذا كنتم حريصين على اليمن وعلى شعب اليمن فيجب أن لا تبعدوا هذه النظرات. نحن لم نأتي لنحل محل أحد، نحن وجدنا وشكل هذا الفريق ذاتيا لخدمة الوطن والشعب، لن نضايق أحد على الإطلاق. ولتعامل مع الألغام والوقاية من مخاطرها نتابع هذا الفلاش. أخي المواطن، أختي المواطنة، عند مصادفتك لجسم غريب في منطقة مشبوهة أو خطرة يجب اتباع خطوات السلامة. قف مكانك ولا تتقدم في أي اتجاه، واصرخ طلبا للمساعدة، دور نصف دورة من مكان وقوفك إلى الخلف، وعد بنفس آثار خطواتك السابقة، ضع علامة تحذيرية مميزة وواضحة عند وصولك للمكان الآمن، وتعرف جيدا على المنطقة من خلال علامة بارزة، حذر الآخرين من حولك بعدم الاقتراب من المنطقة الملغومة، عد بسرعة وأبلغ أقرب قسم شرطة أو السلطة المحلية أو عمليات المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة. اتباعك لخطوات السلامة يحفظ حياتك، كن أمينا على نفسك. أهلا بكم مجددا، وأعود إليك أستاذ محمد المسوري رئيس فريق اليمن الدولي للسلام. في الإجمال هناك انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، كيف تقيمون هذه الحقوق يعني من منظور المتابعة والرصد المستمر للانتهاكات؟ طبعا نحن نتكلم هنا عن انتهاك حق الحياة لكل إنسان، الحق في الحياة والحق في العيش حياة كريمة مصانة من أي اعتداءات. هذه الانتهاكات تعتبر انتهاكات جسيمة، لها منظورين، منظور فيما يتعلق بقانون الدولي الإنساني وقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالتالي يجب على المجتمع الدولي هنا أن يكون له تحرك جاد في اتخاذ قرارات عاجلة ضد هذه العصابة، وأهمها إدراجها ضمن الجرائم الجماعات الإرهابية. أريد هنا يا سيدي الكريم أن أعرج على نقطة مهمة فاتت علي في السؤال السابق، فيما يتعلق بما يقال بأن كل من يقف ضد هذه العصابة يوصف بأنه خائن أو عميل. لا أدري ما هو المعيار في هذا الوصف عندما يقولوا فلان خائن. خائن من؟ من خنت؟ أنا أريد أن أعرف، أنا أو أنت عندما يصفوني وكثير مثلنا بأننا خونة، من خنا؟ خنا إيران؟ نعم، خنا إيران، خنا إيران ولا خنا حزب الله ولا خنا هذه الجماعة. نحن نتكلم بلغتين واحدة وب يعني بمنطق واحد، نقول نحن ضد الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق الشعب اليمني. نحن ضد تحويل النظام الجمهوري إلى نظام ولاية الفقيه، نحن ضد الانقلاب، نحن مع دولة
النظام والقانون والدستور، هل هذه خيانة؟ إذا على كل مواطن يمني إذا كان يرفض هذه العصابة أن يقول أنا أرفضها، من يخاف عليها أن يصمت على الأقل؟ ليست خيانة بل فخر وشرف لي ولك وللكل من يقف هذه العصابة أن يستمر في مواجهتها هناك. بالتأكيد إذا بالتأكيد سيكون سجل نفخر به جميعا كل من شارك في دحر هذه العصابة. اليوم ربما يخاف البعض، ربما هناك من يسوق لنفسه المبررات، لكن غدا سيكون سجل فخر نفتخر به جميعا كل من وقف في وجه هذه العصابة. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ المحامي محمد المسوري رئيس فريق اليمن الدولي للسلام، كنت ضيفا عزيزا في هذا اللقاء. شكرا لك يا أستاذ. إذن في محورنا الثاني نتابع إلى أين وصل الحال بالمواطنين في مناطق سيطرة الميليشيات جراء الأزمات المتلاحقة وأبلغها أزمة الغاز المنزلي. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وفي محورنا الثاني نتحدث عن هذه الأزمة المفتعلة التي يعني دأبت عليها ميليشيات الحوثي. صناعة الأزمات هذه واحدة من أدوات الحكم التي تعتمدها هذه العصابة لكي تصرف أنظار الناس عن مراقبة أدائها، فتشغلهم بالأزمات وبالطوابير من وقت لآخر. يعني عندما تحدث اليوم عن أزمة غاز، نحن نتحدث عن أزمة كبيرة، عن أزمة ليس لا تقتصر فقط على الاحتياج اليومي من مادة الغاز المنزلي، لكن أيضا تحدث عن كارثة بيئية. الآن الناس لجؤوا إلى التحطيب، قد نفاجأ في يوم من الأيام أنه البلد تصاب بالتصحر، هذا وارد. إذن سيكون معي عبر الهاتف الناشطة الحقوقية لطيفة عبد الله، لكن بعد هذا الكليب نشاهده سويا. سافري ما تشتي، هذه بخمسة ألف ريال، هذه بألفين وخمس، هذه بألفين وخمس، هذه بألفين وخمس، نجربها لك، نجربها لك يا رعي، ألفين وخمس لا غاز بعد اليوم، ترى نعم دام الله بعد اليوم، جينا 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 طبعا هذه واحدة من الأفكار التي نقلت مع النازحين السوريين، يعني بعد أن عانوا من أزمة الغاز المنزلي قاموا بهذا الاختراع ثم نقلوه إلى اليمن لنأخذها أزمة بعد أزمة كابرا عن كابر. هذه واحدة من فوائد ما يسمى الربيع العربي، النكبة الكبرى التي ربما لن تقوم للأمة العربية والإسلامية قائمة بعدها على الأقل 20 إلى 30 سنة. الدمار الذي حصل ليس بسيطا. شاهدوا إقبال الناس على هذا المنتج، على هذا الاختراع. عندنا الحياة البدائية، نأمل أنه تكون هذه بداية ربما لتصنيع، ربما يكون بداية الاعتماد على النفس، لأنه أصبح الآن كل شيء بدائي، كل شيء في اليمن أصبح بدائي. لم يعد هناك طاقة، لم يعد هناك كهرباء، لم يعد هناك غاز منزلي، يعني حتى وسائل المواصلات الآن أغلبها تعتمد على الغاز. والمشكلة أنه كل ما تحول الناس من الاعتماد مثلا كان على البنزين، البنزين اختفى، اعتمدوا على الديزل اختفى، اعتمدوا على الغاز اختفى. لا أدري الطاقة الشمسية إذا سيكون لهم فكرة معينة، ربما تختفي ألواح الطاقة الشمسية. أهلا بكم مجددا، ويسرني أن يكون معي في هذا المحور الناشطة الحقوقية نبيها محمد. أهلا بك نبيها. أهلا وسهلا أستاذ عبد الوليد. يعني بداية لو تعطينا صورة عن الواقع الذي وصل إليه حال المواطن في ظل سيطرة هذه الميليشيا.
صار الوضع في اليمن مأساوي جدا، ولذلك صار الشعب اليمني كله النساء والأطفال البحث عن لقمة العيش وطرق الوصول إليها، في البحث عن الحطب والبلاستيك والكراتين وما شابه ذلك. وأصبحت الآن الحمير تنتشر في العاصمة وفي جميع المحافظات والمديريات في اليمن، فاليمن رجعت إلى الخلف بمئات السنين. نعم، إذا هذا ما يجري حاليا، لكن البدائل التي أوجدها المواطن لنفسه يعني ربما لا تكون كافية. نتحدث اليوم عن خطورة التحطيب والقضاء على الأشجار، هل كل الناس يستطيعوا أن يشتروا الحطب؟ لا يستطيع الناس الشراء للحطب كلهم، ولكن أصبحت الآن فوق الكراتين البحث عنها، البلاستيك أصبح في ناس يعني يحاولوا اختراع الطاقات الشمسية، هذه الأشياء المنظومات. كما قال الأخ الذي بجانبك، ممكن الجماعة الإرهابية أنها تسعى إلى القضاء عليها كما قضت على الديزل، البنزين، الغاز، جميع المشتقات النفطية. فهي أساس هذه الجماعة الإرهابية في اليمن تعيش حاليا حب الاستمتاع والتلذذ بقتل وتشريد وتجويع وتركيع اليمنيين. نعم، إذن حتى تلك المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية بما فيها مادة الديزل مثلا للمستشفيات تنهب وتباع في السوق السوداء. لكن أستاذة نبيها، وأنت تتحدثين من معاناة يومية، هل المشكلة في توفر السلعة أم في توفر سعرها؟ يعني إحنا نسمع بأنه اللي عنده فلوس ممكن يعطوه غاز. أنا أقول لك إن حتى لو تواجدت ما في قلة في الأسواق السوداء تتواجد، ولكن بأسعار باهظة 12,000 إلى 13,000 ما فوق 15,000. لكن في الأخير هي موجودة محتكرة لدى ناس فقط لمن يدفع أكثر. نعم 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 أخي أستاذ عبد الولي، محتكرة لدى الجماعات حقهم ما يسمى بالمشرفين وعقال هذه الحارات المشرفين، وايضا عينوا عقال الحارات الذي هم اساسا بدلا عن عقال الحارات اصبحوا تابعين لهم المشرفين، جابوا لهم هذه الكروت، هذه الكروت لا يعطوها فقط لاتباعهم منهم سلاليا، اتباعهم سلاليا. اما المواطن يتجه الى البحث عن الحطب ولا يستطيع. لكن هل سيدوم الحال؟ اليمني بطبعه لا يخضع ولا يخنع لهذه السلوكيات القمعية، هل سيستمر الحال برأيك؟ هل اليمنيين مهيئون يعني للسكوت سنوات قادمة؟ والله الوضع مأساوي جدا جدا، ولذلك أنا أنصح الشعب اليمني بأن يواجه هذه الميليشيات وأن يحافظ على أبنائه وأطفاله الذي سلبت من الآباء الأطفال هذه الجماعة وزجت بهم في الفتن وبعدوهم عن العلم، أصبحوا الآن هم أساسا هذه الجماعة الإرهابية تنفذ أجندات الغرب، فقطر والجماعة الحوثية هي إلا يعني أجندة فقط تنفذ مخططات من أجا إيران وأمريكا وإسرائيل، فهم أساسا ينادون بقتل بالموت الأمريكا، الموت الإسرائيل، كله كذب. هذا فقط استعطاف الشعب اليمني. إذن الأولى هو مواجهة الميليشيات لأنه الأزمات ستستمر، لأن واحدة من أساليب إدارة الأزمات لديهم صناعة الأزمة وإدارة الأزمات أو الإدارة بالأزمة بالأصح. هذه نصيحة توجهها أيضا نبيها، لأنه بالفعل لا يمكن أن تنتهي هذه الأزمات بوجود هذه العصابة. أستاذنا بها، يعني تعامل المنظمات الإنسانية والدولية مع معاناة الشعب اليمني، كيف تقيمين مستوى الاهتمام والتفاعل مع معاناة اليمنيين؟ المنظمات يا أخي العزيز، يعني حتى لو وصلت ممكن في منظمات ممكن يعلم الله، لأن إحنا أساساً الآن ما إحناش عارفين من بيجيب مساعدات. أولاً حصار على اليمن، هذا أولاً. ثانيا لو وصلت ممكن توصل هذه الجماعات، هي استولت على كل مقدرات اليمن.
يعني بتوصل لمن؟ حتى لو وصلتي لم توصل للمواطن او الايتام او الاطفال او النساء او الارامل، هي توصل يوصلوها لهذه الجماعه السلاليه التابعه لهم، وايضا كذلك يشتروا بها الناس الضعفاء لكي يزجوا بابنائهم في الجبهات، الاسم الجبهات نادي الجبهات، هم بيزجوا بهم فقط للحفاظ عن عبد ايران في صعده. الناشطة نبيها محمد، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. بالفعل الحرية لا توهب بل تنتزع وتدفع لها أثمان ربما باهظة، ليست غالية، ليست يعني الحرية تستحق منا كل التضحيات. إن شاء الله سنكون موجودين داخل البلد في الفترة القادمة، سنكون موجودين في الجبهات، سننزل بأنفسنا للجبهات للمشاركة في تحرير بلدنا، لن نكون بعيدين إن شاء الله. نلقاكم بأخبار طيبة جد في القريب العاجل. ألقاكم على خير، أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.